شرفه خويا خويا صاحبي صاحبي زيدوا شويه الله يحفظك باش ما نصوركمش، زيدوا شويه الله يجازيكم بخير. هادشي بزاف، هادشي كسر اصاحبي. اه ها كسر هادشي بزاف. تريان فم غريب. ها كسر بزاف. واش ولينا دابا كنشوفوا الراجل، احنا حنا وقال غادي في التعادل دابا، قد داكشي اللي واقع عند النساء واقع حتى في الرجال. خليك معايا شريف، خليك معايا. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر عاجل من مكناس. حرمته من حقه الشرعي ولاحته. نعم مشاهدينا، مكناسي بقى محروم من مراته لمده 5 سنوات وهي حداه، وفاش هضر على حقه لاحت ليه حوايجه وجرات عليه من الدار بعد 20 عام ديال الزواج، والقضيه فيها زوج ديال الوليدات. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، اجيو تسمعوا القصه ديال با عزيز. با عزيز اللي مريض عيان، عنده يعني كما قال عنده مرض ديال البيليبسي وديال السكري. ف سي عزيز مرحبا بك معنا على المباشر، شنو وقع لك اخويا وكيفاش وصلتي لهذا الوضع هذا، وعلاش هذه السيده غتلوح لك حوايجك للزنقه؟ كان عندها على حساب ما قلتي. كنت مرة مرة تمشي حداها تما. اش كان عندها؟ صالون. اها. ديال حلاقة. اها. عندها صالون ديال حلاقة، مرة مرة تمشي عندها. اها. شوية قالت لي. شنو تمشي دير عندها؟ أي قدام صالون. تجلس عندها. تجلس حداها تما. اها. ما تنسى أنا اللي تنسد لها. اها. مشيتها لي تنسد. انا تنجي تندير زكارم تمشي بحالها تمشي. كيفاش بدا المشكل بينك وبين مرتك؟ يعني انا كدوي لنا على 20 عام كدوي لها راه 10 هذه. ما فهمت حتى حاجه. والو ما فهمت حتى شي حاجه. انت قالت لي راك مطلق. هي قالت لك راك مطلق؟ اه. ياه انت قالتها لك؟ هادي شي شهرين دابا. عشرين هذه. آه. قال اسمع لك ما بك؟ ما عليا ما بيا. هذه كنا كنسمعوا الرجال اللي كيديروها لعيالاتهم. ما بقاوش دابا الرجال ولاو العيالات. كاع من الاخر. من الاخر. كيفاش المشكل؟ عاود لينا من الاول اش واقع بينك وبين هذه السيده، وشنو السبب اللي خلى انكم توصلوا لهذا المشكل ديال النعاس؟ 5 سنوات ونص. 5 سنين ونص. اها. ما مات نهضر معاها كتقول هو اللي ما كاينش. واش حقك الشرعي زعما؟ اه حقي الشرعي. آه باش حقي الشرعي. كزوج وزوجة. ما مات نهضر معاها تقول لي هادشي اللي ما كاينش. علاش شنو؟ علاش شنو السبب؟ قولي لي شنو السبب؟ مريضة هاد السيدة؟ ما مريضاش. أنت فيك شي مشكل؟ أنا فيا الصرع والسكر. ما فيا حتى مشكل. يعني قاد براسي. قاد براسي. اها. خدام عليها كتصرف عليها. خدام عليها انا اللي تنصرف عليها، وخوتي اللي تيصبطوا لي المصروف ديالها. اها. من شهر لشهر خوتي اللي تيصبطوا لي الصاير ديالها. وكون راحت مريض وكذا وهادي، داكشي علاش السيده ما السيده صغار منك كبر منك؟ لا تقدا ديالي. شحال في العمر ديالك با؟ 62. 62 سنه. ويعني كاين اللي غيقول لك صافي انتم يعني راه انتم الناس بعقلكم، واش انتم باقيين عاد غتناقشوا على حق حقي الشرعي ولا حق هادشي؟ هادشي انتم تجاوزتوه. هي اللي خصها تعرف هادشي هذا. وعلاش غد علاش حيت شوف المثل المغربي كيقول لك تقط ما كيهرب من دار العرس. ياك اشريف؟ علاش هاد السيده غادا تسمح فيك وغادا الله اعلم. واخا شحال دابا جات الفلوس؟ الفلوس؟ اه ها الفلوس 6 ونص. عطيتها 1.5 مليون صيفطوا لي خويا، عطيتو لها و5 كنت راهن بيها. وانا اللي عطيتها للسيد اللي مول الدار. قلت له اكتب معاها. اها. مشى هو ويا البلديه كتبوا، جينا سكنا.
عادي. عادي. يا سلام. عادي. غادي نعيشي. زيد. كيفاش تتقلبات؟ واحد السيلو. كيف؟ أنا هنا. مرحبا. وكيفاش بدا المشكل؟ المشكل ما عرفوش، أنا ما عرفتوش. شحال باش تبدلت عليك هاد المرأة؟ هادي تقريبا خمس شهور ست شهور باش تبدلات عليا. وهاتا دابا كتقول خمس سنين ونص ما هاد السيدة ما عطاتكش حقك الشرعي. ما كنشوف هاد وكي كتشوف أنا ما كندويش على شتي ولا ما شتيش، حنا كندويو على 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 هاد كتقول خمس سنين ونص. انتم ما يعني الحياه الزوجيه مقطوعه بيناتكم، انت محروم كما كنقولوا ياك. واخا سيدي، وهاد الخمسه الشهور كيفاش؟ علاش هاد الخمسه الشهور بالضبط اش وقع فيها؟ مالك؟ باش تبدلات هي. باش تبدلات هي. باش هي تبدلات. على هي واخا ما كانش يعني واخا كانت حارمك من حقك الشرعي كانت مزيانه معاك. كانت مزيانه معايا. استقبلك تطيب لي حاجه اللي بغيت تمدها لي. صافي عادي. ايه صافي. شويه شويه قال لك راك مطلق. راك مطلق؟ زيدوا ملي طلقاتك شنو درتوا؟ ما درت والو، صافي هزيت حوايجي مشيت معايا لوزي. انت اللي هزيت حوايجك ولا هي اللي لاحتهم لك؟ هي اللي لاحتهم لي. لاحتك حوايجك للزنقه؟ كيفاش؟ باش الشريف ما تظلمش هاد السيدة لا تكون باغية تقول دابا هاد الهضرة انتقاما منها وصافي. هزات حوايج حطاتهم لتحت. سكت التليفون، سكت التليفون. هزات حوايج حطاتهم لتحت. اها. قالت لي هز الحوايج أنا كريت لك واحد البيت. علاش كريت لك؟ ياك طلقاتك. هادشي اللي ما بغيتش نفهم. حنا تابعين هضرتك دابا، حنا تابعين غير كلامك أنت. هادشي اللي ما بغيتش نفهم أنا. كرات لي عند الناس تما حداها في السطح. وليت مرت في هذوك الدروج وكل مره طايح في هذوك الدروج. سكي. كل مره. فين هما وليداتك الشريف؟ ولدي عايش معاها ما تيشوفني ما تنشوفو. ياه. ملي خرج من الدار. ما كيسول فيك؟ ما تيسول فيا ما والو. كبير شويه كيعرف؟ 20 عام. ايوا ما دخلوش بيناتكم يصالحوكم؟ ما لا الشيطان با لا الشيطان امي. والو. ها؟ والو. ياك ما انت شويه قاصح و لا. ها؟ لا. من بلي ما والو. من بلي ما والو. ما كتضرب هاد السيده، ما كتعايرها، ما كتنكر عليها. قارو تنكمي. غير قارو ما كاين حتى حاجه. وباش عايش دابا عمي؟ وشكون هازك؟ شكون اللي مقابلك؟ هازني الجواد اللي هازيني. لا اله الا الله. كل مره واحد واش تيعطيني. مسكين. هادشي باش عايش. نعم. للاسف للاسف. وهي خليت لها الله. فين عيطتي؟ كي دوزتي العيد؟ ما عيطتش والله ما عيطت. مسكين. والله ما عيطت. يا ودي غير هنا يكون غير مجموع مع وليداتك. الله يرحمك. خوفك وليداتك عمي؟ اه. ما سخيتيش بوليدات؟ ما سخيت. وما كاينش شي واحد غيسخاب وليداتو؟ نكذب. ما سخيت يا خويا. عمرك عمر عزيز كان حاط هذا الحساب في راسو؟ لا. كتقول شي نهار غيوقع ليا هكا ونلقى راسي راني في هذا الموقف هذا؟ لا والو والو والو. ما دخلوش الناس بيناتكم؟ ما كاينش شي واحد بعقله؟ والو. هذاك مول دار ولد حرام. مالو؟ هذاك هو السبب ديال هادشي هذا. ياه. هذاك مول دار راهن عنده. والله عطيته انا الفلوس. هو السبب ديالها. كيفاش؟ هما اللي دخلوا بيناتهم. دخلوا بيناتكم؟ هما اللي دخلوا بيناتنا. كيفاش دخلوا بيناتكم؟ اش غيدير لها مول الدار؟ ها هو غمسكنها. مول الدار جيت واحد النهار ما لقيتش الساروت. حليت الباب صونيت عليهم. قلت له واش كاينه مولاة الدار تما؟ قال لي مولاة الدار ديالك؟ مولاة الدار ديالك عنده هو؟ لا. قلت له واش كاينه الفوق؟ في الدار. واش كاينه في الدار؟ قال لك رحلات. او قال لك رحلات وهي مازالة تما.
واش بينو بينها هو؟ اش بين مول الدار؟ راه ساكنة عنده. ما بغيتش نفهم انا الهضرة اللي هضر معايا هو، ما بغيتش نفهمها كاع. انت ما بغيتيش تفهمها اصلا؟ اصلا ما بغيتش نفهمها كاع. واخا السيدة خرجات عندك موراها؟ لا، مشيت للصالون، لقيتها في الصالون. شريف دابا انت راه 20 عام ديال العشره، عارف مرتك شنو كتسوى وعارف راسك اش كتسوى، وما بين الزوج والزوجه الله اللي كيعلم شنو بيناتهم. غنقولوا تنعياو حنا وما غنكونوش حنا عارفين. ياك حبيبي، حنا دابا سمعنا لك انت هاد السيده ضروري تاهي عندها بزاف ديال المشاكل ديالها، غتقول لك راه اش كيدير ليا، اش كيدير ليا، اش كيدير ليا، اش كيدير. كما قلنا تقط ما كيهرب من دار العز. اليوم انت اختاريتي انك تخرج في شوف تي في باش تحكي المشكل ديالك، علاش؟ ما لقيت ما ندير، خصني ندير هادشي هذا. خصني براسك ضعتي؟ ضعت ومرت بزاف، كل مرة لابيلانس دياني، كل مرة لابيلانس دياني. لا إله إلا الله، علاش مالك؟ ما هذا المرض اللي فيا. وزادتك هاد المشاكل؟ زادتني هاد المشاكل، كملت عليا مرة. نعم. واخا خوتك عائلتك عائلتها، واش ما كاينش شي واحد بعقله؟ خوتي فاش هضرتي معايا قال لي هاد الشيء اللي بغيت ندير. تا هما تقهروا؟ تا هما تقهروا. قال لي هاد الشيء اللي بغيت ندير، ولكن فاش جات فرصة قال لي سير. نعم نعم. وشنو كتطلب دابا انت؟ شنو باغي دابا انت؟ تنطلب فلوسي. فلوسك صافي، ما بغيتش ترجع لدارك؟ ما بغيتش نرجع عندها كاع، ما درت لي هادشي هذا، ما رجعتش عندها كاع. وعمي راك عارف كبر السن وراك مريض ومحتاج لي يعطيك غا كويس ديال الماء. ها؟ ما عندي ما ندير. لا حول ولا قوة. ما عندي ما ندير. لا حول ولا قوة الا بالله. نمشي نموت في الشارع وما نمشيش عندها. واخا مشيتي سولتي على راسك في سميتو في المحكمة تشوف واش بصح كاين طلاق ولا ما كاينش؟ ما حضرتي ما والو؟ ما حضرت لا جلسة لا يديك لا والو، ما حضرت لا. شكون داير الطلاق الشقاق ولا شي حاجة؟ الله أعلم. أنت ما عارفش دابا؟ ما عارفش أنا. أنا ما عارفش. كتشوف وليداتك مرة مرة دابا؟ لا لا، لا. ما تنشوفهمش كاع. تمشي عند البنت قدام الصالون ما تخليهاش نجي نسلم عليها. ما تخليكش بنتك تسلم عليك؟ لا والو. صعيب الشريف هادشي، الله يدير لكم تاويل ديال الخير. شنو كتطلب الان؟ شنو باغي انت توصل لهاد السيده؟ وشنو اذا كانت كتشوفك دابا شنو باغي تقول لها؟ تنطلب فلوسي لي تنطلب. صافي صافي، هي ما عندي ما ندير بها، ما دارت هادشي هذا كيما دارت اختها، ما عندي ما ندير بها. كيفاش مال اختها؟ اختها نفس المشكل اللي دارت. كانت مجوجة عسكري تقاعد وشوية تلقاتو. صافي صافي، حتى هي غتنوض دير ما يمكنش، كل وحده وظروفها، كل ومشاكلها، كل ما كاينش. واش انت هو راجل ختها؟ انا كنت معاهم عايش في الوزير. حداها وحداه، حدا الراجل وحداها. الراجل كان عنده تيدير هذاك الشيء ديال تاخرات. مره مره تمشي تنقص عنده. سي محمد اللي يهديك، اش هاد المشاكل هادي؟ انت داخل بيناتهم زعما؟ انا داخل بيناتهم. انت وليتي تلقيتي راسك حتى بحالو؟ حتى انا نفس المشكل، طحتي في نفس السيناريو. نعم. شنو رسالتك الاخيره الشريف، وشنو تبغي توصل للناس اللي كتشوفك الان والناس اللي كتشاهدك؟ وكاين اللي تضامن معاك، كاين اللي قال لك عمي راه ما كاين حتى يعني راه تقط ما كيهرب من دار العز، كل واحد وشنو قال؟ شنو تقول للناس اللي كتشاهد فيك الان؟ لا حتى شي واحد ما تهرب شي قط، يجيو يشوفوا هذا السيناريو اللي عندي. كتقول خمس سنين وانت صابر وانت ساكت. خمس سنين ونص وانا صابر، حشكت اللوح يفحوجي. لا حول ولا قوة الا بالله. وكل مرة ندوش.
فاش نهضر معاها ما كاين لا فساد لا والو. لا والو ما عنديش هادشي هذا كاع ما عنديش. مزيان هادشي ما عنديش. نعم وهادشي اللي كاين هادي. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كما سمعتوا معنا الان القصه ديال هذا السيد هذا واللي كما كتشوفوا يعني حتى الحاله الصحيه ديالو الله يحسن العوان مريض فكنتمنوا ليه الشفاء العاجل وكذلك كنتمنوا الله يجمع شمله هو ووليداته والزوجه ديالو يعني لا كان باقي او الطريق ما عرفناش اشنو واقع لانه السيد براسو كيقول لك انا ما عارفش راسي دابا واش مزوج ولا مطلق. انا جات عندي المراه قالت لي شهرين هذه قالت لي راك مطلق راك ما يعني راني طلقتك فهذا هو الكلام اللي قال لك وقال لك كرات ليه بيت ب 4000 والان كيعيش فيه بوحدو لا حنين لا رحيم سوى الاخ مسكين ديالو اللي كيطلع عليه واللي اللي كيروف عليه فالخا واحد هاد الدنيا. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في هذا واحده من المشاكل المجتمعيه واللي يعني صراحه اللي كنعرفوا كنشوفوا المحاكم ديالنا وخصوصا ديال قضاء الاسره وكيفاش رفعات وتيره ديال الطلاق وكيفاش ولا الحل الاسهل لا عند بعض النساء ولا عند بعض الرجال وفي في في بواحد الانانيه وواحد يعني بواحد الطريقه اللي يعني صراحه هاد الشيء ما كانش الناس ما كانش كترضى تطلق الناس ما كانش كترضى انها تقال عليها انها يعني راها مطلقه ولا انها فشلات في حياتها الزوجيه لانه الطلاق راه يعني انه فشل في واحد العلاقه وفشل في واحد في تكوين واحد العش لكن كيبقى كما سمعنا الطرف الاول فللطرف الثاني كذلك حق الرد لانه الزوجه بضروري غيكون عندها بزاف ما يتقال في هذا الموضوع هذا لانه كنقولها وكنعاود نقولها راه حتى واحد ما غيلقى الخير ويلقى داكشي اللي باغي وغادي يكون يعني الا لكان يعني ناكر للجميل وناكر للخير وناكر للمجموعه ديال الاشياء. فالزواج والعلاقه الزوجيه مشاهدينا متابعي كما قال الله سبحانه وتعالى هي في الاول وفي الاخير موده ورحمه ما بين الزوجين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بعزيز الله يدير لك الخير كنتمنوا من الله انه الله يحنن القلوب ما بيناتكم ويجمع شملك بوليداتك لانه في الاول وفي الاخير الوليدات بعاد على المشاكل اللي ما بينكم وما بين الزوجه تعطيك حقك الشرعي ولا ما تعطيكش داك الشيء بيناتكم لانكم انتوما اللي اتفقتوا النهار الاول انتوما اللي عارفين بعضياتكم هي عارفك وانت عارفها انت غطى عليها وهي غطى عليك الله يدير لكم تاويل الخير. كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من مكناس الى اللقاء.